حدث أيضاً جديد هيحصل بكرة. بكرة هتنطلق فعاليات ملتقى ترويج الفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص. القمة اسمها قمة فينجر برينت، وتأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللي بتعتبر منصة للمستثمرين وصناع القرار للوصول إلى حلول مبتكرة للتعاون ولفرص الاستثمار. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر عن قمة فينجر برينت. معنا المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ورئيس قمة فينجر برينت لترويج الفرص الاستثمارية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، وصباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بك. عرفنا عن القصة، يعني فينجر برينت يعني هي بصمة اليد. وأنتوا عاملين قمة يعني بتأتي لترويج الفرص الاستثمارية، يعني عايزين تقولوا إيه يا فندم؟ الحقيقة لما أعلن فخامة الرئيس إن 22 هو عام المجتمع المدني، مجلس الأمناء قرر إن احنا لازم نعمل حاجة كبيرة في خلال هذا العام تعود على مصر يعني بالخير إن شاء الله. فاخترنا موضوع جذب الاستثمارات الأجنبية، على أساس ده بيساهم في حلول بعض المشاكل أو أكبر المشاكل زي العملة الأجنبية، زي خلق فرص عمل، زي تقليل الاستيراد. فتعاقدنا مع شركة من الشركات المتخصصة في الاستثمار وجذب المستثمرين. حلو. وعملنا هذا الملتقى، تم دعوة عدد كبير جدا من المستثمرين الأجانب والعرب وحتى المصريين في الخارج. إن شاء الله في نفس الوقت الجهات الحكومية والقطاع الخاص عرضوا مجموعة من الفرص الاستثمارية الكبرى الواعدة، بحيث للمستثمر هيجي هيشوف الفرص الاستثمارية اللي هو عنده رغبة في الاستثمار فيها. عندنا أمل إن شاء الله إن بنهاية اليومين بتوع المؤتمر نكون وقعنا بعض العقود للمشروعات الكبيرة عشان نلحق حتى الرخصة الذهبية اللي أعلن عنها فخامة الرئيس، وهي حاجة بتسهل على المستثمر الجديد اللي جاي يعمل مشروعه. صحيح. مش هيعدي على 500 جهة حكومية في مكان واحد هيخلص له كل حاجة. فدي الحقيقة ساعدت جدا على أن المستثمرين يجوا ويسمعوا المناخ الاستثماري الجديد اللي أعلن عنه فخامة الرئيس. طب احنا بنتكلم على قطاع ايه يا فندم اللي هيتم الترويج ليه؟ طبعا عندنا قطاعات كثيره جدا، عندنا الامن الغذائي، عندنا النقل البحري، عندنا المجموعه من القطاعات مختلفه جدا، تبع قطاعات مختلفه بيتم الاستثمار فيها، منها اعاده تدوير المخدفات عشان برضو ده مهم جدا بالنسبه للبيئه. عدد كبير من القطاعات، والقطاع الخاص والحكومه بتعرض الفرص الاستثماريه، وفي نفس الوقت بعض المستثمرين جايين ومعاهم مشاريع معينه. صحيح. في هذه القطاعات المختلفه عايزين ينفذوها، وبعتناها للساده المسؤولين والقطاع الخاص عشان نقدر نخلص حتى اتفاقيه التفاهم او يعني مذكره. أيوه. التفاهم اثناء الاجتماع، لان الاجتماع ده احنا عملنا فينجر برينت الحقيقه بنعمله كل سنه خمس سنين، هو وقف سنتين عشان كورونا، لكن في الخمس سنين كان الخارج من المؤتمر عباره عن مجموعه من التوصيات بتروح للمسؤولين وبنتابعها معاهم، لكن المره دي عندنا امل يكون الخارج من المؤتمر هو توقيع استثمارات حقيقيه. صحيح. طيب ما هي الحلول المبتكره؟ ما هي الافكار التي اتت خارج الصندوق في قمه فينجر برينت؟ تمام. احنا يا فندم كمان طبعا الحلول المبتكره والخارج الصندوق دايما بتيجي من الشباب، عشان كده احنا عملنا المؤتمر في اتجاهين متوازيين. الاتجاه الاولاني المشروعات الكبرى للمستثمرين الكبار، والاتجاه الثاني اللي هيبقى ماشي في نفس التوقيت مع المؤتمر. أيوه. هو عرض 40 الانتر بيونيرز او رواد الاعمال الصغيرين. 40 عندنا 40 شاب. حلو قوي. كل واحد بيعرض الفكره بتاعته ووصلت لحد فين وازاي يمكن استثمارها ويعني وتنميتها. المعرض ده هيظل خلال اليومين بتوع المؤتمر، كل المستثمرين هيعدوا عليه وهيبصوا على الحلول الجديده اللي هي فيها جزء كبير جدا حلول تكنولوجيه. حضرتك عارف دلوقتي شركات يعني التكنولوجيه بقت واخده مساحه كبيره في الانترفينرز او في المشروعات الجديده. صحيح. ان شاء الله نتمنى باذن الله في نهايه اليومين
يكون عندنا حصيلة من التعاقدات والمشروعات التي تم توقيعها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب حضرتك اتكلمت عن مشروعات كبرى يمكن بيتم استهدافها في ده، يعني بيحتاج يمكن استثمارات بفلوس كتيرة قوي، في أكيد تحديات، يعني إيه اللي ممكن تكونوا المؤتمر بيقدمه عشان يعالج تحديات الاستثمارات الكبرى؟ تمام يا فندم. احنا الحقيقة معتمدين على ما أعلنه فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء أن الفترة القادمة هي فترة تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر ما هواش بالكلام، ولكن أنا بدي مثل واحد هو الرخصة الذهبية، إن يجي المستثمر بعد ما يتفق على المشروع الاستثماري بتاعه جهة وحيدة هتاخد هذا الكلام وتترجمه إلى رخص وموافقات وكل ما هو حكومي عشان يقدر هو يركز في المشروع الأساسي بتاعه. وأعتقد أن هذه التطرحات التي صدرت في المؤتمر الاقتصادي ساعدت كتير ان احنا نقدر نقنع المستثمرين هم يجوا. كل مستثمر جاي معاه ملاءه استثماريه معينه، في منهم جاي عايز مشاريع محدده، وفي منهم جاي عايز يستثمر لكن لسه ما لقاش الفرصه الصح اللي هيحاول يشوفها خلال المؤتمر. يمكن ده هيوفر وقت كبير قوي، البيروقراطيه دي من اكتر الحاجات اللي يمكن بتعطل استثمارات كبيره جدا. بالظبط كده يا فندم، واتمنى ان موضوع الرخص الذهبيه يستمر اكتر من كده، لانه فعلا هيقضي على المشاكل البيروقراطيه اللي كانت بتواجه المستثمرين وتخليهم ما يكملوش الاستثمارات بتاعتهم في مصر. صحيح جدا، واحنا نتمنى ان هو يبقى فعلا معالجه حقيقيه. طيب باشمهندس، تكلمني بلغه الارقام، يعني ما هي الجنسيات اللي هتيجي؟ ما هي اعداد رجال الاعمال؟ ما هي اعداد الجهات الموجوده؟ ما هي ايضا على الجانب الاخر من الجانب المصري اعداد الانتربرينورز او الفرص، اعداد المشروعات المقدمه من الجانب المصري؟ هل عندنا ارقام نقدر نقولها سريعا؟ يا فندم، عندنا اولا المستثمرين جايين من الدول العربيه والاجنبيه، عندنا المستثمرين من الامارات، من قطر، من السعوديه، من اليابان، وعدد المستثمرين الجادين اللي جايين عشان عايزين يستثمروا في مصر تعدى ال 20 مستثمر جاد ومنهم اسامي كبيره. حلو. الحاجه الثانيه ان احنا بنعرض حوالي 15 فرصه استثمار كبرى، يعني 15 مشروع كبير سواء في الثروه السمكيه، في تبذير المخلفات، في الامن الغذائي، في العديد من الانشطه، وفي نفس الوقت عندنا 40 انترفينير او انترفينيرز رواد الاعمال. صحيح. للمشروعات للمشروعات الصغيره الواعده برضه، يعني حضرتك لما هتشوف ال رواد الاعمال وهم بيعرضوا المشروعات بتاعتهم حاجه تفرح، لان مصر مليانه دايما بالشباب الواعد والشباب الناجح، وخلاص بطلنا بقى ان الخريج بتاع الجامعه او متخرج يدور على وظيفه او يدور الكلام ده، الحمد لله ابتدى يختفي وابتدى بداله لا انا عايز اعمل فكره معينه، عايز امشي وراها، عايز انجحها، عايز ابقى صاحب هذا البيزنس. طيب يعني ايه اهميه الاحتفال يمكن بقاده الاستثمار، او لو بنتكلم في قاده الاستثمار بالذات البارزين يعني في الملتقى، وازاي هيتم ربط طبعا ربطهم بعدد من الشركات؟ مظبوط يا فندم، احنا اوريدي عملنا الشركه المتعاقدين معاها شركه بي تو بي كابيتال، هذه الشركه هي المتوليه هذا الامر. حصل اكثر من اجتماع على الزوم واكثر من مكالمات تليفونيه بين المستثمرين قبل ما يجوا واصحاب الفرص الاستثماريه عشان ما نضيعش الوقت ده اثناء المؤتمر. في نفس الوقت احنا عاملين مكتب فني ملحق بالمؤتمر في القاعه اللي جنبه على طول. هذا المكتب الفني بعد ما تخلص الجلسه مثلا متخصصه في النقل البحري، بعد ما يخلصوا الجلسه بتاعتهم هيخشوا المكتب الفني عشان يبداوا يتفقوا على التفاصيل او توقيع يعني مذكره تفاهم او عقد او اي حاجه. فاحنا عندنا امل ان شاء الله باذن الله تخرج مخرجات حقيقيه. صحيح. للمجتمع وللاستثمار في مصر، هتشغل الشباب، هتجلب عملات اجنبيه، وفي نفس الوقت هتقلل الاستيراد. هل هناك مشروعات مقدمه يعني مربوطه باجنده الدوله المصريه؟ يعني احنا لسه مثلا خارجين من كوب 27، هل هناك عدد من المشروعات الخضراء؟ هل هناك مشروعات مقدمه لمساعده ذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ يعني تكلمنا عن اهتمامات الدوله المصريه وتطبيق ذلك اقتصاديا من خلال مشروعات حضراتكم. حاضر يا باشمهندس. الحقيقه وزاره التخطيط، الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس، العاصمه الاداريه الجديده، كل وانا بشكرهم الحقيقه على تعاونهم الشديد معانا في هذا هيئه الاستثمار. احنا حصل بينا خلال الثلاث شهور اللي فاتوا
اتصالات عديدة بكل الجهات المصرية صاحبة الفرص الاستثمارية الكبيرة، وتم عرضها على المستثمرين قبل ما يجوا. يعني المستثمر مش هيشوف الفرص دي كمفاجأة له هنا عشان يبدأ يفكر، ولكن لما خدنا هذه المشروعات الكبيرة من يعني شركائنا في المؤتمر، وزارة التخطيط، هيئة الاستثمار، العاصمة الإدارية الجديدة، عرضناها على المستثمرين حتى قبل ما يجوا عشان يبقى بيفكروا فيها. نفس الوقت الحاجة الجديدة برضو ان بعض المستثمرين جايين معاهم مشروع جاهز هو مجهزه وعايز يستثمره، ومنهم بعض الناس حتى محددة مكانه اللي عايزين يطلبوا من الدولة ان هم ياخدوه فين بالظبط، هل في البحر الأحمر او في العاصمة الإدارية الجديدة. في جزء خاص بالتعليم، بعض الإخوة جايين يستثمروا في الجامعات الخاصة، فإن شاء الله بإذن الله. طب ونصيب المشروعات الخضراء، نصيب المشروعات ذوي الهمم موجود ولا مش؟ عندنا أكثر من مشروع الحقيقة في تدوير المخلفات، وده أكثر حاجة بتساعد على الريسايكلينج. يمكن التضافر ما بين الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة عشان نجذب الاستثمارات هو ده اللي كان مطلوب، عشان نقدر النهاردة يجي المستثمر وهو مطمن ويحط يمكن مبالغ كبيرة جدا بداخل مشروعات على أرض الوطن، بالتالي هنوفر طبعا فرص عمل، بالتالي عملة صعبة. يعني كل الشكر ليك المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ورئيس قمة فينجربرينت لترويج الفرص الاستثمارية.